عليكم السي علي. عليكم السلام خويا صافا بخير. صافا عليك، امورك على خير، كلشي على خير. السي علي، حنا اليوم كنا دايرين حلقه خاصه على قبل الشباب الرياضي السالمي والصعود ديالو للقسم الوطني الاول، حتى وصلونا الرسائل ديالك عبر الواتساب، وبغينا نباركوا لك مباشره الصعود ديال او الفوز ديال فريق شباب المحمديه الفوتسال بالبطوله المغربيه لاول مره في التاريخ ديالو. مرحبا خويا. اليوم كان عرس رياضي بقاعة ابن خلدون بمدينة المحمدية، طرف شباب المحمدية اللي تتوجه وفي الجهة كذلك بربعة الجوج، وكان تتوجه اليوم بمدينة المحمدية بالدرع للبطولة الوطنية للموسم الرياضي 2020-2021 كرة القدم داخل القاعة. سي علي، حاجة الوحيدة اللي تارتنا من الرسائل اللي توصلنا بهم هو ان حتى شي مسؤول من الجامعه ما حضرش لهذا التتويج ديال فريق شباب المحمديه، خصوصا كنعرفوا ان شباب المحمديه فريق كبير وفريق كان متعطش للالقاب وفاز اليوم بلقب في الكره ديال الفوتسال، لكن حتى شي مسؤول ما جاش. كيفاش تقبلتوا هذا الامر؟ الو الو، السلام عليكم. الو وي خويا، قلت لك امر عادي، كان رؤساء ديال الفرق بعضهم ديال فتح الطاط ديال شباب المحمديه، وكانوا الناس ديال اللوجيستيك ديال الفيدراسيون ربما اللي جاوا بالمسائل اللوجيستيكيه ديالهم وبالدرع وبالاشاك اللي خاصك تعطاو ديال الفرق ديال الفريق الاول اظن الدوزيام ديفيزيون، بالي فريق تتمليل وفريق اخر اللي كيختار الرتبه الثانيه، وبالتالي ليس هناك اهتمام بهذه اللعبه، يجب تطوير اللعبه، يجب تطويرها ماديا ومعنويا وبنيه تحتيه وعده امور. لي كنشوفوا ان اخر فوز للمنتخب المغربي بالديار المصريه في اطار كاس بطوله ديال كاس العرب وتتويج للمنتخب المغربي داخل القاعه باللقب الثالث على ما اظن، وبالتالي يجب تطوير هذه اللعبه واعطائها اهتماما كبيرا، لان تعطى الاهتمام اكثر في عده مجالات من طرف رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم، وبالتالي النتائج ما كايناش، كنظن ان خاص يكون هذا الشيء اكثر ان شاء الله الى بغينا اللعبه تطور بالخصوص. شكرا سي علي، الرساله ديالك كانت واضحه، شكرا لك بزاف، مبروك عليك مره اخرى الصعود ديال فريق شباب محمديه او الفوز ديال فريق شباب محمديه بطوله ديال الفوتسال، ونتمنوا فريق شباب محمديه نتمنى الخير. شكرا لكم جميعا والاهتمام ديالكم دائما بهذه اللعبه وتطويرها اكثر، ومبروك علينا مره ثانيه لفريق شباب محمديه الفوز اول مره والفوز بهذا الدرع، وكنتمنى الفوز بكاس العرش الغاليه المدينة الصحراوية العيون إن شاء الله عند النهاية ديال هاد الشهر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا بزاف سي علي، بارك الله فيكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.